السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شحوالكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا لاباس وتكونوا متهنين، والفيديو تاع اليوم يلقاكم ديما بخير. اليوم رايحين نبداو إن شاء الله نديرو الطقم تاع الكوزينة. نحتاج لهذا القماش تاع الكوزينة اللي راهو يدير 20,000 للمترة، وثانيك نحتاج القماش إيني ما فيش هذيك الديسة، يعني ماهوش مموج، يعني جاي سامبل، هذا جاي فيه الخضر. ورايحين ونحتاجو ثانيك بيي يدير 1000 فرانك للمترة. ورايحين نبدو الحاجة اللي رايحين نبداو عليها إن شاء الله، يعني نبداو على حاجة صغيرة ومن بعد نطلعو بالعقل. رايحين نبداو إن شاء الله، نبداو على هذا، على هذه اللي راهي رايحين نخدمو، نديرو فيها البريكي، نديرو فيها السيلو، نديرو فيها كاي اللي رايحين نقولو كناش، اللي رايحين نخدم نكتبو فيه كل حاجة تتخصص بالكوزينة. راح نعطيكم القياسات نتاع هذا حاملة البريكي، ولا القياسات نتاعها لهنا، العرض تاعها 17 العرض تاعها، والطول تاعها 21. ومن بعد عاودي يعني اطوي الباترو تاعك ولا اي ورقة عندك اطويها، ومن بعد قطعيها تلحقي لهنايا، يعني هذا الحد هنايا راهو كاينه 15، ومن بعد هذوك الستة سنتيم تعاودي تحرفي وديريهم على شكل منحني كيما راكي تشوفي. لهنا نبداو على بركة الله. راح نجيب اي قماش عندك، يعني قطعة صغيرة، مش رايحة نخسروا القماش بزاف، يعني هذه قطعة صغيرة راح تكفي. نعاود نطوي القماش الباترو تاعي، هذا رايحة نطويه كيما هكذا، ونحط لهنا الباترو تاعي على الحاشية، يعني راني طاوياته. ومن بعد نعاود نحكمو بليزي بانجل، ونقطع القماش. هذا هو الباترو تاعنا. واش ندير؟ نعاود نحي واحد كيما هذا، نحيه منا لهنا. رانا تحصلنا على زوج، هذم رايحين، شوفوا كيفاش جايه. ورايحه نجيب البونجان تاعي ونزيد نعاود نخدم، يعني بالباترو هذا هكذا، ونعاود نخدم نفتح لهنا، نفتح مانيش راح نطويه هكذا، ونحكم ونعاود نقص البونجا تاعي. رايحه نخدم واحد كيما هذا الباترو هذا. لهنا راني نحيت زوج، قلت لكم هذا القماش، ونحيت هذا البونجة تاعي، هذا اللي رايحين نطرحوها بالماشينة، نخدموها بالماشينة، نحكموها بليزي بانجل هكذا باش تجينا التطريحة تاعها سهلة. كي نجي نخيطوها ندورو عليها كامل بليزي بانجل. ومن بعد واش نجيبو؟ بعد هذا ما حكمناها بليزي بانجل، رايحين نجيبو قطعة من هذا القماش، رايحين نحدو المنتصف